عسلامة. مرحبا، اهلا بكم. سافا؟ والله الحمد لله. كل مره لي جون اللي كيفكم نشيخ في مخي. عايشك. نحبوا الشباب، نحبوا شو ما جديد كحل جديد. والله الحمد لله يا ربي، كان قاعدين نتفرجوا كيما العباد الكل في ولينا الدول المتساوله داكوردو. هما يعني عملوا معنا الباهي، الدول الاخرى ما احنا بصراحه واسكتيش 12 سنه وفي الاخر ولينا يا كريم تاع ربي. قالك البلاد الوحيده اللي كانت ترجع 20 سنه التالي تلقاها بلد متقدم. كلمه كان حاجه والله هاو اسمعوها مني، مادام نخزر للنواب وللسياسيين الكل وايت نو بلاك، والله ماذا بيا وقتاش وقت اللي يولي رئيس دوله حتى احنا زاد اسمر وزرة نخزر لها سمر وقتها تنفع. مادام هذا هما تاع الفشل البحث يا اخي، يا طلاب اكتشفوا يا مرتيش طالب واسمر كان والله اسمع، الله يكون في بلادنا، يكون في عون بلادنا. انا راني سي عام راهو الجينيراسيون هذه هي اللي خايفين عليها. تو ولينا شكالك قلت لك بلادنا تتسول، ولينا نسولوا عيني عينك، ولينا مزارب تاع التسول. شويني الفا شنو باش تفرح؟ نهني الشعب التونسي انا بالعيد الساعه، سامحوني عيدهم مبارك، والسياسيين والنواب والله يرتحنا منهم. وش باش نقول لك؟ اش عملت في العيد؟ يعني ندور في الله فين نلقاش علوش نروح بيه، وشنو نعمل في العيد؟ كيما كيما عمناه والوت عمناه وما عادش العلالش. عملت دوره في الرحبه ولا؟ كيفاش؟ عملت دوره في الرحبه؟ يا ما تعرفش نعمل في الدوره في الرحبه، ما عادش يعنيني العلوش العيد و ما عادش يعنيني. واو نحكي برجولية زر هو موضوع جبد روحه. تو انا علوش العيد ولا سنه وفرض و والله نحكي لبرشا رجاله كان غطوا بناتهم ونساهم واحترموا رواحهم، صدقني لموا حسنات خير من علوش العيد والحكايات هذه اللي يحكوا بها. كحلة انا تو حبيت نسالك على احوالك وش فما جديد. موضوعنا اليوم العنف ضد المرأة، باش تعطيني رايك؟ العنف ضد المرأة وين وقاعد عنف ضد المرأة وعيد المرأة؟ سبب تلاق ديما العنف ضد المرأة. يا بنتي خي فما عنف ضد المرأة، عمري ما ريت انا واحد مشد مرته بالكف في الكياس، ما ريتهاش هذه من اول الدنيا. قاعد الريك كان في النساء تسب في الرجال وتلقاه مسكين باش يسلكها يراح وفي المتروات هكا اللسان نتاعهم من النساء وعريانه وقالت لك كان عجبك انا وعنف قاعدين نكذبوا هذاك كله تعملوا فيه بالعاني باش تهتكوها العباد. يو مسكين الراجل ولا حاوي بطبيعته وزدتوه القوانين هذوما تهتكتوه الراجل، قتلوا عنف ضد المرأة. فما عنف ضد المرأة؟ عمري بالعمر لا ريت واحد يضرب في مرته بكياس، انا هذه يستحيل. مش قلت لي شفتها الجمعة اللي فاتت؟ يا بنتي ما فهمش منها. العنف اللي شفته غادي. ايه يضرب في امرأة؟ ما ريتش، لا ما ريتش، امرأة راجل يضرب في امرأة ما ريتش. ما ريتش صدقيني ما ريتش. اي اما نسمعوا في برشا حالات. يا بنتي كان تشوفي المراه اش عامله في راجلها، تاو نسمعوا يا يقتل مرته، انا سمعنا بها وكذا كذا. نحيني من الحالات الشاذه ذي ما نحبوش نحكوا بها، خاطر فما حالات شاذه. عامة المراه راهي وصلت لمرحله تمردت سي. حتى العنف راهو مش بالضروره ضربي، نجم حتى عنف لفظي. تو سامحني برسمك واحد زاد يشلق بمرته تخون فيه، هاي نحكوا بالفرش، ايش تحبيه يعمل؟ دايوس لازم كتفيدو يمشي للقوانين يشكي للحاكم يقول له شريته ما نحبش نحكي الحديث هذا. هي بتبيع باش يفد في مخه. دونك المراه هي اللي كان احترمت روحها واحترمت راجلها كما نقولوا احنا واحترمت ولادها وفهمت شنو معناها الحكايه هذه الكل، راه ما يصيرش عم سبب الخراب راه كله من المراه. هاو نحكوا برجوليه الدوله الوحيده، اسمع الدوله الوحيده الانسان لايت والدوله الوحيده اللي ولينا نتسولوا. هاو يا ربي ما خاطر احنا فاهمين المفهوم بالغلط. فهمتني؟ الراجل لازمك تعطيه هيبته باش نجم يحمي داره ويحمي ولاده ويحمي كذا ويحمي كذا. كي تكسرت له كي تكسر له هيبته ولده شنو الولاد مازال الولد يحترم بوه توا؟ علاش هذا كله؟ خاطر الراجل تكسرت شوكته، وشكون اللي كسر له شوكته؟ هي المرأة. كيفاش؟ يا ما انت ما عادش تحترمه اصلا، المرأة ما عادش تحترم راجلها. يا ودي تاخو راجل تولي ما عادش تحل حتى حتى مخها يولي تحل في الخيانة، راهي كانت في دار امها لاباس عليها هي صغيرة، حتى من الخيانة تولي تخونه، علاش هذا الكل؟ مانيش عارف انا هكاك عقليتها هكاك. به حتى الراجل يخون زيدا. يا بنتي الراجل يخون والراجل راه نعطيك انا حاجه، في الراجل راك يخون يخون في مرت الراجل، راه ماهوش يخون عاش قلت لك راهو مشكشكين احنا بمخاخ. ومانيش نقول انا الراجل باهر لا لا لا، اكثر من 60% من الشعب التونسي الرجال تاعهم راه مرضى. هذاك على اساس النساء تاعنا كيك. كحل علاش ساعات الراجل تلقاه عنده مرته محلاها وسعيد معاها وكامله الصفات؟ ولا خاطر هو انه فوات تفرهد معها الدنيا مش لا باش يعاون غيره كذا كذا، يولي يخمم في الزوجه ويخمم في الشيخات في حياته هو، خاطر هو خاين. والمراه التونسيه مع العلم راهي تحب كان النوعيه ذيك، ما تحبش الراجل. لكن تلقاه انسان متربي ولد حلال وعلى الدين وعلى خلق ما تحبوش، تحب كان الخاين هكاك. علاش؟ هذيك هو لانه هي خاينه.
ما هو نرجعوا نفس خاطر هي خاينه تطيح بالخاين. ما نعموش عاد. يا بنتي انا فما الباهي راه نقول لك انا موجود الباهي، الباهي مانيش قاعدين نحكوا عليه. اسمعني واللي يخون في مرته اللي تحكي عليه انت راهو كيما السياسي اللي يخون في بلده والبرلماني اللي يخون في بلده راهو سكتك مفهوم الخيانه مزروع في دمه. فهمت؟ وماهوش الزوالي راهو اللي قاعد يخون، الزوالي قاعد يجري على ايام ويجري على صغاره، اللي قاعد وفيه راهو كان الزوالي، عام هذا اللي عنده اللي وصل عمل حاجه هو اللي قاعد يخون وكذا كذا، كيما السياسي اللي قاعد يخون في بلده، كي بلده مفضوحه تتسول في العالم هو عنده كيف، كي يعمل كراكوز في البرلمان عنده كيف، فهمتني؟ كي يسرق احلام شعب فهمني حب على حريه وحب على كذا، يجيب له الفقر ويجيب له كذا ويجيب له الاستعمار الخارجي وكذا كذا عنده كيف، بغل بتاع استعمار كما قال عليهم صدام حسين الله يرحمه، فهمت؟ هذاك هو اللي قاعد يخون، الخيانه مزروعه في دمه، كي يخون زاد تربيه امه وابوه اللي هما مربينه على القيم يعمل هكا يولي فهمني في قيم اخرى، هذاك هو الخاين، فهمت؟ الكل مربوط ببعضه، هو خان دولته، خان بلاده، خان شعبه. فما بالك باش تكيدوا مرته ما يخونهاش، قولوا المرأة ساكتة، نقول لها المرأة باش لك على راسه يا سارق يا اللي بيك يا اللي كذا، فهمت؟ المرأة شنو تحب نقول لك أخ؟ هذه مفهوم الخيانة. إن رفيق ياسر ضد المرأة كحلة الحقيقة سيس عليهم شوية. والله يسمع خيط امرأة اللي ريته منها قلت لك راهو نقعد لين نموت وأنا نحكي عليه، خاطر هكاك تمشي بالنية ويغدروك راهي خايبة. ما يمنعش أنه فما انسباهين. يا بنتي كراها من سال باينين عام انا توا قاعد نخزر كان فك الكوتي النوار هذيك فهمتني وزيد نجي الكياس نعمل دوره في الكياس يزيد النوار يكسر بالسواد فهمتها كي نلقاو نفس المون ما تحكي عليها انت وكذا كذا وقتها يعمل عام حاليا ايش نقول لك فهمتها جرب انت واحد يغدرك فهمني وكذا يحسك اللي انت بوهالي فهمتها تو تقولي تو تكرهي حياتك اصلا جمله علاش على خاطرك كنت نيه وكنت زوالي وكنت ماشي معاها طيب وكذا كذا والطيبه ما عادش تنفع في بلادنا ذي فهمت هذاك علاش الحديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم وقت قال لهم كان الناس في محشر كله منادي نفسي نفسي انا وصلنا له العصر هذايا نقول له كان صدقت يا رسول الله هاو العصر احنا فيه راهو توا العبال كلها تنادي نفسي نفسي لا واحد راح مخوه ومرتك فهمني تخونك وولدك حتى انت ومر وهم مهزاها نرجعوا ديما الماوي نلموا يرماها في دار العزز باش يرضي مرته والبو والولد بعد ما يكبر ويكبر وكذا وبوه ينهار ما هو كبر وبرشن وبوه سيتعب من بعد يجي يقول له علاش جبتني ويبدا يسمع في الكلام فما اللي يضرب ولده يضرب بوه بالكف هذا العصر اللي احنا فيه هذاك علاش نجوا نحكوا المواضيع هذه خاطر غايزنا الحال من المفروض ماشي بلادنا باش توصل هكا واش باش نقولوا ربي يهديك هو ربي يهدي واني قلت لك انا راهو باش ينحي الحكايه هذه صدقني الامل فيكم انتم التركه اللي فاتت راهو خراب الامل على ديما في الشباب لانه هو باش ينحي مفهوم العنصريه و وباش يجي نهار ان شاء الله قبل ما نموت وري رئيس الدوله اسمر وري الوزراء اسمر باش بمفهوم الجيل هذا هو باش ينهض ببلاده باش ينحي الفكر التخلف في هذا الكل وقتها تو نقولوا صحيح ولينا عام تو مع ذوما سامحيني عايش بنت وتونس راهي محتاجه للبناي وللدهان ومش محتاجه للاستاذ القانون واستاذ الكذا مرينا منهم كان السواد السعد وقت اللي يولي الفلاح يشد رئيس دوله ويشد وزير والبناي والدهان افهموا راهي بلادكم بدات تفهم وبدات تتقدم اما لبس عليه هو اللي مشدي كل شيء والزوالي محقور عندنا اولادنا الزوالة كفاءات شيء غريب خير من كفاءاتهم البهايم هذوما اللي ردونا نتساولوا وانت اللي باش تنهضوا على بلادك راه مش محتاجه لزيد ولا عامر باش انت شباب انتوما اللي باش تنهضوا على بلادكم فكوا حقكم بالسيف فهمت؟ تو بحول الله الامور تتصلح